حول الموضوع عندما لنا من دبي عبر الهاتف سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد في وزارة الصحة. دكتور مساء الخير. يعني الأدوية المزيفة وربما ضريبة التجارة الإلكترونية، إلى أي مدى هذا خطر يهدد حياة الناس وليس لدى المستهلك هذا الوعي بأنه يجب أن يتم اختيار الأدوية الصحيحة ولا يجب الانصياع إلى ما يتم ترويج له عن طريق الإنترنت وبالتالي هو دواء مزيف؟ أولاً مساء النور، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن موضوع الدواء هو موضوع حساس وهام، لأن الأمر مربوط بصحة وسلامة الإنسان. فلذلك بوجود التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لجأت العديد من الشركات غير الرسمية والتي تأخذ مقر لها خارج الدولة بأن تقوم بالترويج عن الأدوية المغشوشة والمقلدة. وهذه الأدوية لا شك بأن إما بها مواد محظورة أو تحتوي على مواد كيميائية غير مدونة على البطاقة التعريفية للصنف الدوائي، ويجب أن تصرف بوصفة طبية. فلذلك أصبحت هذه الوسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وسيلة سهلة للترويج وبيع مثل هذه الأدوية المغشوشة. وللأسف الشديد كما ذكرتم في التقرير بأن سهولة الحصول على هذه الأدوية من خلال كبسة زر ووصول هذه الأدوية من الشركة إلى باب المنزل أمر خطير جدا. طيب كيف تتم الرقابة دكتور على مثل هذه الأدوية التي تباع عبر الإنترنت؟ هل يعني وما مدى ربما صعوبة الرقابة عليها بالنظر إلى الرقابة التي يتم تطبيقها في الصيدليات أو في المحلات، لكن عبر الإنترنت كيف تتم الرقابة؟ أولا تصل هذه المواد من خلال شركات الشحن السريع، وهنالك تنسيق تام بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومختلف الجمارك المحلية في الدولة والجهات الأمنية في وضع الرقابة وضبط مثل هذه الشحنات التي ترد إلى الدولة وتكون مدونة ضمن الوثائق الملصقة مع البضائع بأنها أدوية. ولكن تكمن المشكلة كأن هنالك تزوير في الوثائق، فتصل الوثائق بأن محتويات البضاعة هي مواد إلكترونية أو ألعاب أطفال أو أحيانا ملابس. فلذلك لا نستطيع لا تستطيع الجهات المختصة بفتح كل علبة إلا إذا تم الشك بهذه البضاعة والعلبة. فلذلك تكمن الخطورة بأن هذه المشكلة موجودة على مستوى العالم، ولا تستطيع أي دولة بوضع الرقابة بنسبة 100%. نعم. نطلبه بأن فعلا سعادة الدكتور كنت أود أن أسألك عن ماذا تقول للمستهلك، للشخص الذي يريد حماية نفسه، الشخص الذي ربما كان ينجذب إلى مثل هذه الإعلانات مثل هذه الأدوية عبر الإنترنت، لكن الآن بعد ما تبين بأن الأدوية المزيفة يمكن أن تهدد حياة الإنسان، ماذا تقول لهم؟ هي أولا نشر ثقافة صحية بين مختلف فئات المجتمع بأن عليهم أن يحافظوا على صحتهم ويلجأوا إلى المستشفيات الحكومية والخاصة الموجودة في الدولة، ويتم الالتزام باستشارة الطبيب عند أخذ الدواء، ولا يتم شراء الدواء بدون وصفة أو من خلال المواقع الإلكترونية، ويحافظوا على صحتهم والعمل على لجوء الصيدليات الخاصة الموجودة في الدولة. نعم دكتور. نعم، وعدم شراء هذه الأدوية إما من المواقع الإلكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا يضر بصحتهم وقد تؤدي إلى الوفاة. شكرا لك سعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد في وزارة الصحة الإماراتية، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. شكرا لك.